التاريخ الثاني من أوت من كل سنة يحتفل أنصار شبيبة القبائل بيوم تأسيس فريقهم في سنة 1946 على يد كل من علي بن سلامة، حاج كميسة وعدة أسماء أخرى. لما تعود فكرة الإنشاء إلى المحامي سيد السعيد حنا في 1928. 77 سنة من الوجود حصد فيها الكناري الأخضر واليابس، وكانت كفيلة لصناعة وزن واسم ثقيل بين المنافسين، حيث يتربع أبناء جرجرة على 28 لقبا قاريا ومحليا جعلهم يسيطرون على الدوري الجزائري بامتياز. كما يعتبر شبيبة القبائل أحد رموز ومقومات الهوية الأمازيغية بصفة عامة، وولاية تيزي وزو بصفة خاصة. ومع بداية الموسم الكروي الجديد ستلعب التشكيلة القبائلية معقلها الجديد والمسمى على اسم المجاهد الراحل حسين آية أحمد. من جهة أخرى يعتبر النادي القبائلي حلما لجل اللاعبين المحليين وكذلك المغتربين في تقمص اللونين الأصفر والأخضر لما له من هيبة كبيرة في كل البطولات. وهذه المرة وعلى غرار كل المرات قرر أنصار الجياسكا إلغاء احتفالية التأسيس، وذلك بسبب الحرائق الأخيرة التي مست مختلف مناطق القبائل وتضامنا مع المتضررين، فتحية تقدير لهم كبيرهم وصغيرهم يشهد لهم العام والخاصة بالوفاء. يركزن صحب النيف صحب الحرمان وكذي يحمل الحق وكذي كارن البطل.